عبر النجم السوري طيب حسن عن انزعاج من انتشار شائعة تحضيره لمسلسل رمضاني لعام 2018 مع النجمة نادين نسيب جاي، ليكون هذا هو التعاون الرابع بينهما بعد أن يتم عرض مسلسلهما الثالث الهيبة في شهر رمضان المقبل. وكتب طيب على تويتر: عذرا على التكرار، كل خبر أي خبر غير منشور في صفحاتي الرسمية فهو خبر لا يستحق اهتمامكم، مشكورين.